هنا في مقر مجلس الوزراء الأوروبي يستعد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للاجتماع، وعلى رأس جدول أعمالهم الأزمة الأوكرانية، هذه الأزمة التي ألقت بثقلها على الداخل الأوروبي والعالم بأسره. سيناقش المجتمعون مصير المدنيين الأوكرانيين، كما سيتم البحث عن آليات جديدة للضغط على روسيا من أجل تأمين ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين ووقف إطلاق النار والمضي قدما في المفاوضات مع الجانب الأوكراني. الأنظار إذن تترقب ما سيخرج به الاجتماع المنتظر وتأثيراته على الأزمة الأوكرانية. ميثا الصباح، سكاي نيوز عربية، بروكسل.